بعض القنوات الفضائية مثل ما صارت بقضية الموصل. داعش في العربية وفي العربية الحدث وفي الشرقية حتى ما يزعلون عليه ويقيمون عليه دعوة، وفي التغيير وكذا، من هزموا أبد بالعراق، من ينتصرون الجيش العراقي يقولون الجيش العراقي هزم مسلحين، من ينتصرون داعش يقولون دكتور رعد ليش؟ هزموا ليش؟ الأزمة السياسية هذول عندهم باي اكو مثلا حتى الضيوف، يعني ذاك اليوم في احد القنوات الفضائية انا يعني كنت على اطلاع، يقول له المقدم مال البرامج يقول له حسبي الله انتهي، يقول له نتمنى ان ينتهي، يعني انت اذا متوافق وياه بالراي وتدري به هذا رايه انت ما يفترض بك كاعلام ان تكون محايد. هسه انت ما تحب حزب الله ما يخالف، ما تحب الشيعة ما يخالف، بس ينبغي ان تكون انت تصريحاتك بها موضوعيه بها كذا. انا ما موجود. ليش اليوم اعلامي يجازف بمهنيته وباعلاميته؟ هم جزء من اجندتهم هذه اجنده سياسيه وراها دعم اقتصادي فتوضح. حتى الضيوف نفسهم يتكررون، ارائهم معروفه، شنو الشيء الجديد؟ ماكو شيء جديد، ماكو شيء. ويقومون بقضيه مو نقل الحدث، تلوين الحدث، ياخذ جزء من الحدث يبدي يفسره يخليه على انه قضيه رأي عام، هو مو قضيه رأي العام. نفس اللي هاي القنوات اللي ادينت في قضيه الموصل، ويمكن الكثير يشاركوني، الدوله ما تحركت ضدهم، الان تلعب نفس الدور في هاي الفتره. اذا وايضا من المتوقع ان الدوله ما تتحرك ضدهم.